السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بماي لافلي تويز. اليوم معنا لعبة هي عبارة عن مجموعة ألعاب، في معنا طاولة الكوي، في معنا المكواية والغسالة وكتير كمان إكسسوارات جاية معهم. هلا خلونا نفتح اللعبة ونتعرف عليها أكثر. أول شي معنا الغسالة، طبعا ركبت لها بطاريات، نجربها مع بعض. بتدور وبتطلع صوت من جوا، شكلها مثل الغسالة الحقيقية. الدرج اللي هون بينفتح، في إلها من هون كمان شكلها مثل الغسالة، كأنه إلها أنبوب أو خرطوم. كتير حلوة الغسالة ولونها أبيض وزهري، كتير عجبتني. تاني شي معنا المكواية، كمان ركبت لها بطاريات، في إلها من هون زر، وقت نستخدمها بتطلع صوت وبتطلع ضوء وبترج كمان شوي عشان نحس كأنه عم نكوي. كتير ألوانها حلوة المكواية، كتير شكلها حلو وجديد. في هون زر بس ما عرفت شو شغلته، ما بيعمل شي، كأنه ما بيعمل شي بس مجرد شكل. كمان هون في معنا سلة الغسيل جاي معها علقتين، هون كمان في معنا علبة مسحوق الغسيل. حاطين كمان قطع قمايش مشان ننشرهم، وبعد ما نخلص غسيل نحطهم بالغسالة ننشرهم ونكويهم. طبعا سلة الغسيل كمان بحد ذاتها كتير حلوة، نحط فيها هلا الأغراض. كمان معنا هون منعم الأقمشة، وأحلى قطعة بالمجموعة هي طبعا طاولة الكوي، تنفرد لها قطعة هون مشان نركبها. كتير حلوة، لونها كتير كتير حلو، لونها فوشيا وزهري، تصميمها كتير حلو. كمان آخر قطعة معنا هي منشر الغسيل، تتركب قاعدة من هون، في إلها قطعتين جايين معها، ركبهم. هيك بكون ركبنا القاعدة. في هي القطعة كمان هون تتركب، هون تتركب هون عشان ننشر عليها الغسيل. نقفها هون جنبها. كمان في معنا هدول 3 ملاقط عشان نثبت فيهم الغسيل. هلا صار وقت نجرب المجموعة ونشوف كيف حنقدر نستخدمها. أول شي طبعا نجيب الغسيل اللي بدنا نغسله، نحطه بالغسالة، بس نخلص غسيل ننشرهم. ثبته بالملقط، كمان هنغسل التانية كمان. كمان ننشرها، نحط ملقى. بعد ما ينشف الغسيل نجمعه بالسلة،
هلا صار وقت الكوي. قربها شوي مشان تبين معكم أوضح. لازم نضغط شوي مشان نشتغل الزر اللي هون. بس نخلص كوي طبعا لازم نطوي الملابس ونحطهم بمكانهم. هاي كانت لعبتنا اليوم، هي كانت مجموعة من ألعاب معنا الغسالة والمكواية طاولة الكوي ومنشر الغسيل، كتير كمان معهم اكسسوارات حلوين. لو عجبتكم اللعبة ما تنسوا تحطولنا لايك، ولو أول مرة بتشوفوا قناتنا ما تنسوا تشتركوا معنا لتوصلكم الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم.